بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. هنمسك مشروع نكاليه مشروع على ميمو كيو من اوله لاخره، يعني العمليه اللي بتحصل كلها. تمام، بسم الله. اول حاجه المفروض شغلك، اسف، المفروض شغلك مش بيبقى على الديسكتوب ابدا ولا على السي. ده رقم واحد. هنبدا هنا كاننا بنعمل ملف ونسميه مثلا ورك بلس مثلا. النهارده كام في الشهر؟ يلا 28 كام؟ انا عارف الموضوع. الشغلانه مثلا اسمها تريننج، فتحت هنا يبقى سورس، واحط داخله الباكج اللي جايه لي او ايا تكن الصيغه، وترانسليتد او تارجت اول بريبير ماي بيبر تو بيز بيست بيرسون ذا وورلد. وهنا داخله برضو ايه كمان، وهنا بره النسخه اللي بره دي نفتحها معانا عشان ايه نقرا منها ونبقى ايه نطلع على المشروع بتاعنا ونبقى ماشيين معاها على طول. تمام، احنا هنشتغل فين؟ محل العمل الدكانه بتاعت الشغل التارجت. بنبقى اي خدمه ادي ناخد الامتداد ده وبنكون شغلنا معانا الميمو كيو. نفتح الميمو كيو كده وبنضغط على ميمو كيو ده، وبعدين اوبن بروجكت يو بروجكت. تمام، وبضغط على نيو بروجكت. دي بيقودني الى ان انا بهندل او بعمل يعني باسس اسم مشروع جديد بكريته. كل بروجكت بتمر بك الخطوات دي. تمام، طب يلا نسميه مثلا تريننج اهو. ماشي يا عم تريننج اهو. السورس ايه؟ انجلش. التارجت حسب بقى لغتك، واحد بيترجم تركي يروح يقول لي اصل انا ترجمتها حطيتها ايه سورس انجلش وعربي، دي مش بتاعتي بقى، دي بتاعتك انت، دي حاجه ثانيه. وهنا بنحط ايه؟ عشان نحفظ الملف بتاعنا، انا نحفظه مثلا هنا في منصه البروجكت، نحفظها مثلا في التارجت او نحفظها بره جنب اخواتها، جنب السورس والتارجت بره هنا. حلو، فهمت؟ طيب اسم اليوزر مثلا تيجي دوت سي وبعمل فينش. طب نروح كده عند التارجت دوكيومنت لسه زي ما هو، نخرج بره هنلاقي حاجه اسمها ايه تريننج، اللي هو المنصه دي اساسا مش اساسي قوي، ممكن تمسحه بعد ما تخلص المشروع. طيب نرجع اهو، احنا لسه ما سحبناش ملف ايه التارجت معانا. جميل جدا، نعمل بنسحب الملف على البرنامج منين؟ يا سلام يا سلام، نهار ابيض عليكم، مش عارف اقول لكم ايه. طيب من ترانسليشن، طبعا حطينا الباث، قادنا دايركتلي الى ايه؟ الملف. يلا نسحب الملف بتاعنا، سحبنا الملف اهو، يلا اهو امبورتنج دوكيومنت بليس ويت وايل بيرفورمنس ريكوستد اوبريشن. يلا يا مسهل. لا احنا النهارده مش هنخلص ترادوس، مش هندخل في ترادوس، هنخلينا في معمول كمان ان شاء الله. طيب ادي الملف معانا، بننتقل لايه؟ احنا بنتكلم في الاساسيات اهو، بننتقل لمين بسرعه؟ للترانسليشن ميموري اللي هنحفظ عليها الوحدات الترجمه اللي ترجمناها. هنعتبر ان دول مش موجودين، ما تشوفوهمش. هنعمل كريت تي ام مثلا. الله، ده انا مليت بسببكم كريت، المشاريع كلها كريت تي ام كريت تي ام، يلا خير. نسميها ايه كريت تي ام؟ المشروع مثلا بتاعنا اسمه بريس ريليس مثلا، بريس ريليس. يعني اللي هي البيانات الصحفيه اسمها كده. طيب اللغه بتاعتها ايه؟ طب هنحفظها فين؟ نسيبها هنا على السي تدمرنا؟ ده مستقبل شغلنا؟ لا، نروح ندور عليها وانتو؟ لا، يعني اول حد كده اول حرف من اسمه استاذه اميره هي اللي بتعمل كده. لا، نروح نحفظ التي ام بتاعتنا مثلا، وليكن انا عامل له هنا ملف مسميه تي ام سو، وفاتح ملف تاني مسميه ميمو كيو، وداخل الملف ميمو كيو عامل ملف تاني، وهكذا بقى. فهنا اسميه مثلا تريننج. خلاص يا حضرات، ده كمان موجود تريننج، يا سلام. نحفظه في التريننج اللي هو هنا ده، قلت له احفظ التي ام بتاعتي هنا خلاص كده. وبعدين بقول اليوزر تي دي سي مثلا، و اوكي اهو كارية التي ام.
خلاص كده لسه ما عملناش حاجه، نرجع على مين؟ على الترانسليشن، نفتح المشروع بتاعنا اللي هو الجميل الطيب ده. طيب نعمل حاجه قدامنا في الحاله دي اكتر من حاجه، يا اما طبعا الاساسيه فيهم نعمل ستاتكس، عاوزين نعرف المشروع بتاعنا كام كلمه. حد عنده مشكله مع الستاتكس؟ لا نشتغل والله ما هتفوتها. نعمل كالكوليت اهو، كالكوليتناها اهو، خلاص كده عرفنا اننا معانا كذا كلمه ومعناش ماتش ومعانا 200 كذا 253 كلمه. عايزين تحفظوا الكالكوليشن ده، الاناليسيس بتعمل اكسبورت، يقول لك تي ام اتش ال، اه يا عم هو ده اتش تي ام ال، اه فين؟ تقول له انا عاوز احفظه هنا مثلا، تاخد الامتداد تحفظه هنا بره في المشروع بتاعك، عشان يبقى كل مشروعك في فايل واحد بتاريخ النهارده او بتاريخ المشروع، يبقى امورك من يبقى كل ما يخص المشروع لميته في مكان واحد. بعد ما خلصت المشروع سلمته للعميل، مسحت الملف، ولعت في الملف، كسرت الهارد، دي حاجه اب تو يو يعني. وبعدين بنيجي قافل. طب تعالوا كده نروح للمشروع بتاعنا اهو، ده الاناليسيس بتاعتنا، نضغط على اتنين كليك، يلا شد حيلك اهو معانا كده. يا سلام معانا الاناليسيس بتاع المشروع بتاعنا، نقفل الاناليسيس ونقول لها شكرا 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 ونرجع تاني على المشروع بتاعنا. طيب نعمل حاجات تانية ممكن ايه اللي ممكن نعمله؟ ممكن نعمل ان احنا نعمل اكسبورت، مش اكسبورت للملف، احنا لسه ما اشتغلناش، بس في حاجه اسمها اكسبورت ايه؟ اكسبورت ده اكسبورت بايلينجوال اهو. يعني قدامك كذا خيار، لا انا هختار دي اتنين كولم دي، تمام؟ الار تي اف، اقول لي اكسبورت، اكسبورت فين يا عم الحاج؟ اقول له اكسبورت هنا مثلا بره، او اكسبورت في التارجت، واقول له سيف، يبدا يعمل اكسبورت. تعال نروح للتارجت، احنا نفضل نلف ورا المشروع النهارده مش هنعمل حاجه. نفتح التارجت، ايه اللي حصل؟ اوكي ايه ده؟ نفتح ده اهو، اكسبورتد ولا مش اكسبورتد؟ يا متعلمينها بتوع المدارس اكسبورتد اهو. وبقول لك ايه؟ نوت ترانسليتد. ليه؟ لان احنا اساسا لسه ما ترجمناش ولا كلمه، احنا كل شغلنا من بره اهو، بنعرفكم الخصائص اللي موجوده والامكانيات اللي موجوده في البرنامج سريعا. طيب قفلنا الاكسبورتد ده، ده فائدته ايه؟ قلنا فائدته لو حد عنده مشكله في البرنامج بتسعفه بان انت تبعت له مثلا مشروع زي كده، لو انت مترجم فيه جزء او هيكمل معاك، او ان وظيفته الاساسيه انك تعمل عليه بروف ريدنج او اديتنج، تراجع عليه مشروعك. وبعد ما بتخلص بترجع تعمل له امبورت في الكلمه. لا اعمل كده عشان تترجم، يبقى سهل عليه، جمله 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 جمله. هو واخد السورس زي ما هو، السورس مش سيجمنت، السورس كلام كده. نرجع بقى نفتح المشروع بتاعنا الجميل الطيب ده اهو، فتحنا المشروع بتاعنا. حلو يا جماعه، هو ده مطلوب ان هي تترجم مثلا لعربي، ببدا اترجم بقى ايه لعربي، او انه مطلوب او انجليزي هترجمه لكذا. خلاص بعد ما بخلص ترجمه المفروض ان انا كونفيرم من هنا. السيف منين؟ هو اوتوماتيكلي بيسيف؟ بيسيف اوتوماتيكلي. ولا كنترول اس عشان يسيف ولا ايه؟ لا بيسيف اوتوماتيكلي. ولا ايه؟ المفروض انه قطع ولا اول ما اعمل له كنترول اس زي البرامج الثانيه هنا شغاله معاك كنترول اس ولا لا؟ وايه المشكله؟ هو في حاجه مش شغال معاك كنترول اس؟ معرفش. لا شغال معاك كنترول اس. كل لا هنا 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 ديفولت. خلاص يا حضرات عرفنا برضو حاجه مهمه اسمها ده اسمه ايه؟ الطيب ده اسمه تاج. التاج ده فائدته ايه؟ وان التاج ده بيعبر عن صوره، يا رمز، يا كلمه تحتها خط، يا كلمة يا فورمات لكلمة. حاجة مهمة قلنا ايه هي الحاجة المهمة؟ ان احنا المسافات خلي بالنا منها، ما يجيش مثلا كده دي بينهم مسافة، ما يجيش نلزق الكلمتين في بعض. طب ما بينهمش مسافة خلاص، لان طبعا المشروع ده زي ما انتم شايفين ايه؟ مشروع غريب كده. طبعا بتنقله للتارجت، بتاخده كوبي تحطه في التارجت. خلاص؟ وفي الاخر كنترول اس، وبتعمل بعد ما بتعمل كنترول اس تضغط على بروجكت هوم، وبعدين اكسبورت بعد ما خلصت شغلك اكسبورت دايلوج هيظهر لك بنفس الملف اللي كان ظاهر لك قبل كده اللي هو الترجمه النهائيه. خلاص كده، ويبقى الف مبروك عندك ملف الترجم، ودعواتكم معانا بقى، والسلام عليكم ورحمه الله.